بهالفيديو رح اطور 3 العاب حرفيا، في لعبه رح تطور خلال دقيقه والثانيه خلال ساعه والثالثه حرفيا خلال 24 ساعه، مو 24 ساعه بالضبط لانه طبعا في نوم، لكن هاي هي فكره هذا الفيديو. اذا عم تقول لي وين جبت هاي الفكره صدقني انا ما بعرف، كنت عم اتقلب باليوتيوب وخطرت ببالي لانه شفت واحد عاملها، ابدا ما سرقتها منه طبعا. طبعا التحدي ما حيكون فقط بهالشكل البسيط، رح احط لحالي حرفيا تايمر، وهذا التايمر لازم اي دقيقه تروح منه كونوا انا فاتح اللعبه بالضبط، يعني ممنوع اخذ راحه او شيء، لازم كله يصير ورا بعضه. الراحه الوحيده اللي مسموح لي اخذها هي النوم، طبعا لازم انام طبعا، يعني ما فيني ما انام. عم تسأل شو افكار الالعاب؟ حرفيا افكار الالعاب ما بعرف شو حيعملها، حرفيا الذكاء الاصطناعي هو حيختار لي كل الافكار، فما بطول حكي هلا، فينا نبلش باول لعبه. فتحت يونيتي وعملت مشروع جديد لانه هي اول لعبه رح اعملها، فانا طبعا لازم تكون حلوه اللعبه صح؟ هون فينا نعمل ستوب بسيط، هلا انا فتحت يونيتي وعملت مشروع، لكن ما بعرف شو الفكره ابدا، طبعا شات جي بي تي ابدا ما بيخلي لنا اي شيء وبيعطينا افكار جدا رهيبه. والله افكاره زفت احيانا صراحه، شوف شو عمل لي بمغص اخر مره. ما علينا ذاك الشيء كان من الماضي، هلا بيكون تطور لانه حرفيا ذكاء اصطناعي بيتطور مع الوقت، مع كل تجربه بصير احسن. حكيت له يو واتساب ماي براذر، قال لي اهلا بك وما بعرف شو. طبعا انا هذا الحكي ما بيهمني، قلت له بدي لعبه اقدر اعملها خلال دقيقه واحده، قال لي اعمل لعب وبس، بس لاعب ما قال لي اعمل شيء تاني. صراحه معاه منطق، انا يعني خلال دقيقه ما بقدر اعمل شيء. اول شيء حرفيا معي هلا مشروع يونيتي الفاضي هذا، فيه كاميرا وما فيه اي شيء تاني. رتبت انا الملفات تبعه، خليت هيك ملف للسكريبتات، ملف للسين، ملف للمودلز، وهذا صدقني ما ححط فيه شيء، شكلي حخبص البروجكت تخبيص. استنوا كلامي شوي. بعد حملت هذا الشيء اللي اسمه بوست بروسيسنج، طبعا هذا الشيء اللي على اليمين فيه امبيينت اكلوجن، سكرين فريكلش، ريفلكشنز، شو بيعرفني بلوم فيجن، شو بيعرفني شو هالشغلات، وموشن بلور، هاي الشغلات كلها بتخلي اللعبه لها ميك اب. طبعا ما فيني اورجيك بدون ميك اب، مش حرفيا ما تنصدم هلا، خلينا نشوف اللعبه بالميك اب. هذا هو نفس الشيء اللي استخدمته بمغص وكمان دم جيم. ثاني شيء عملت مربع وعملت له حرفيا سحب، خليته مستطيل تقريبا، لا مربع مستطيلي، شو بعرفني. نزلته شوي لتحت الكاميرا لانه هذه الارضيه اللي حيكون عليها اللاعب، ومثل قولتنا الشهيره اللاعب بدون ارضيه ما بيكون لاعب. God damn يا انه احكام. ما علينا، هلا عندنا هي الارضيه وعندنا هذا اللاعب اللي هو الكاميرا اللي اصلا لساته ما هو لاعب، لكن لو ملاحظين انه ما نقدر نفرق الكاميرا من الارضيه، فيب لازم نغير لون الارضيه. عملت بنفس ميتو ماتيريال، عملت فيه شيء اسمه جراوند، هذا الجراوند راح يكون لون الارضيه، جراوند بالانجليزي يعني ارضيه. بعدين ساعات الارضيه لونها سودا، فيب God damn على الاسطوره. حطيت له جدران بسيطه مشان اللاعب ما يطلع، وحرفيا حاليا ضل بس 40 ثانيه معي، ما بقدر اعمل كثير شغلات. رحت لعند الكاميرا ومسحتها، واول ما مسحتها راح الميك اب تبع اللعبه. اوه شت، فرجعت بسرعه، كان بدي حرفيا اضيف كاميرا جديده. فاللي عملته اني بدل ما امسح الكاميرا ضفت لاعب وحطيت جواته الكاميرا، واول ما لعبت اللعبه اللاعب كان عم يقع لتحت لانه حرفيا ضفت له بس فيزياء، ضل يقع لتحت وحرفيا التايمر صار 60 ثانيه وانا مو حاسس حالي، لكن خلصت اللعبه بالوقت يعني، فما بقدر اعمل اي شيء ثاني هلا. لكن بالغلط لو ملاحظين رحت عملت سكريبت سميته بلاير موفمنت وما قدرت اعمل شيء، فجاه عصبت لانه ما قدرت اعمل شيء. فيب عملنا لعب خلصنا، اتوقع انه ننجح بهذه التجربه، ما حيزعل مني تشات جي بي تي، ليتس جو. انا طبعا الفكره الثانيه اللي براسي كانت ما عندي فكره براسي، اوكي شات جي بي تي لازم يجيب لي الافكار مو انا. قال لي اعمل لعبه بتمشي بسيارات وبيجي سيارات من الطريق المعاكس وانت على الطريق السريع ولازم تتجنبهم. انا شرحت لكم اياها بس هذا اللي فهمته منه بالانجليزي، ترى انا ترجمتي ممكن تكون بيض، ترجمها بنفسك انت. طيب فقرات اضيفها، طبعا احنا ما حنستخدم مربعات استخدمناها من شوي مشان نقدر اننا نعمل سيارات وطريق ومعاكس وهي الشغلات. طبعا انا شو فكرت اعمل، اروح على دم جيم وبعدين اجيب الموديلات تبع دم جيم واحطها بهي اللعبه، موديل يعني مجسمات، فمجسمات دم جيم لازم نحطها بهي اللعبه. وطبعا يعني شو بيقول المثل، استخدم اشياءك الثانيه مشان تصير اسطوره، ما بعرف مين قال هاي العبارة، اوكي. فيب لو ملاحظين صار في ملف اسمه بولي بيرفكت، جواته في اي كي وفي موديلات و God damn كل شيء بمغص موجود هون، قصدي دم جيم، ليش عم خربط؟ ما بتعرف شو دم جيم؟ لعبة انا شغال عليها، ترى تعملها وش على ستيم، روح اعملها وش قبل ما نوصل. وانا عم اتمشى بالمودلز اللي من دم جيم حرفيا لقيت هذا العمود الكهرباء المكسور اللي ما بعرف شو حياته، شو هذا؟ طبعا لو ملاحظين انه السماء شكلها جدا بيض، فاستخدمت السماء تبع دم جيم، ليش استخدمت السماء تبع دم جيم؟ لا تسألني، اوكي؟ بس والله God damn يا انه شكلها حلوة، لسه في سماوات كثير. هنستخدم هاي مؤقتا حاليا يعني. بعدين ضفت ارضيه مره تانية، وهي الارضيه المفروض تكون الشارع، بعدين بغيرها لكن حاليا بس هيك مؤقتا مشان نقدر نظبط اللعبه. بعدين فجاه لقيت موديل سياره هيك، حطيت عيني عليه، بعدين حطيت السياره، لما حطيت السياره زبطت الكاميرا مشان تكون وراها بالضبط. وطبعا هاي الشغلات ما اخذت مني وقت لانه انا اسطوره، انا تحت التهديد جماعه بليس. حاليا لو ملاحظين شكله جدا بيض الشارع، وانا طبعا قلت رح غيره بعدين لكن مستحيل اشتغل على هذا الشيء، فظبطت الشارع وجبت شارع من دم جيم. ما بتسالني ليش دم جيم، ما بتعرف شو دم جيم؟ لا انا بشغلها تقدر تحتمل. بعدين خليت الشارع يمتد لالاف الكيلومترات وعملت له هيك كوبي بيست كوبي بيست، عم استنسخهم حرفيا، حسيت حالي اسطوره لكن انا مو اسطوره، ما بعرف ليش. حاليا باللعبه صار هيك شكلها، لكن ملاحظين لما نتفرج على اخر الماب عم يبين انه حرفيا بينتهي بشكل جدا بيض، ما لازم ينتهي بهذا الشكل. طبعا انا ممكن اعمل حركه هلا جدا رهيبه اني اضيف 900,000 شارع لقدام، لكن هاي الفكره مو منيحه للجهاز، اوكي؟ الجهاز حيعاني، فخطر ببالي فكره ثانيه، فحرفيا رحت فعلت هذا الشيء لو ملاحظين، انتم مو شايفين انا شو فعلت، لكن شوفوا حرفيا قدام
قدامكم، صار مخفي، صار شكله رهيب كأنه في الفضاء. جماعة يعني قلت لكم الصورة مو بإيدي مو بإيدي. المهم حاليا عدنا هاي السيارة، ضفت لها البير موفمنت سكريبت اللي عملناه من شوي وما لحقنا نعمل فيه شيء. فتحته، لما فتحته حرفيا كان فاضي، لازم هلا نحن نبرمجه. طبعا أنا قدراتي السحرية عدت أعمل أشياء عشوائية على الكيبورد ما بفهم، فجأة هيك بعمل زوم أوت من الحياة وما عاد أحس بحالي، وفجأة بنكتب كود أوتوماتيكيا. شكله شوي بيض لكن أوكي حيكفي بالغرض إن شاء الله. إن شاء الله نأمل طبعا إنه يكفي بالغرض. إذا ما كفى بالغرض بدي أروح أطرد كل حدا في فريق القناة. هلا لما ضغطت W أو شت ليش عم يطير؟ مفروض ما يطير، روح يمين يسار. ألو شو عم يصير؟ فات بأم الأرض. طبعا إلى حل، لكن أنا غبي وما فاهم، أنا مفكر حالي كاتب الكود صح، وحرفيا ضليت سنة أحاول أفهم أنا شو كاتب غلط. طلع سكريبت واحد فقط، كلمة واحدة. المهم عدلتها، حتى ما صورت كيف عدلتها. المهم صار يشتغل، صارت الكاميرا تلحق اللاعب، واللاعب بيقدر يروح يمين يسار، ما بيقدر يتخطى الحد الماكس، يعني بيقدر يروح بس فترة معينة. حاليا حلو، بس ستيشن بانك كأنه هيك عم يشحط شحط. الكاميرا شكلها جدا بيض، بس عم تتحرك، ولا خليت الشارع يتحرك باتجاهنا، كل شوي يتحرك ويرجع مكانه بشكل بيوهمنا انه عم يتحرك. اللاعب تبعنا حاليا ترى ثابت مكانه، بس الارض عم تتحرك. فيب لا تنخدع بما تراه على الانترنت، مقولة قالها اونكس من 9 سنين. God damn. بعدين فكرت انه بدل ما يروح يمين يسار هيك بشكل جدا بيض، حاولت اضيف له انه شوي يتحرك، يحرك مجسم اللاعب، يعني يروح يمين ويسار. واول ما رحت يسار او شت شو صار حرفيا. اوكي ما بعرف ليش صرنا بنروح انا ري بالغلط، صرنا نرجع ريفرس. السيارة اخذت قوانين غلط في الفيزياء. المشكلة انه صار يخترق الجدار ويرجع لورا، وانفضح ام الماب انه الماب هو اللي عم يرجع لورا مو اللاعب عم يتحرك. فهي هاي بدها تعديل. عدلته وصارت هيك حرفيا، صار يروح يمين يسار بشكل جدا رهيب، لكن شوي بطيء بده تسريع. ما علينا بنسرعه بعدين لانه عم يفحط هاد وطف. بتعرف هذا الشيء لو عم يصير بالحقيقة كان فات مليون حادث. هلا المهم ظبطته، صار احسن بكتير، صار يعمل الموف بسرعة ويرجع مكانه، حرفيا كل شيء صار سلس وسريع. لكن حاليا ما في ادنى اي شيء نموت، ما في طريقة نموت فيها. شات جي بي تي غبي، معطيني فكرة جدا غبية، انا كيف بدي اعمل هذا الشيء في يونيتي؟ ما علينا خلص ريلاكس، الوضع ايزي جماعة. هلا ببساطة بس كل اللي بنعمله انه حرفيا بنروح بعيد هيك، بنروح على اخر نقطة في الماب، بعدنا كتير. God damn شوفوا حتى ما عاد لقينا مكاننا الاساسي. وهون طبعا رح نعمل جيم اوبجكت جديد، رح نسميه سبونر. ليه سبونر؟ لانه حيرسبن اللاعبين، قصدي الاعداء. اقسم بالله انه ماينكرافت ما قصرت معنا بالمفردات الغبية. سميته سبونر وحطيته هون بهذا الشارع بهذا المكان، ما بعرف ليش حطيته هون لكن هذا هو المكان اللي لازم يكون فيه. اوكي يا جماعة. بعدين ضفت له سكريبت، سميته سكريبت سبونر. هذا السكريبت رح يكون هو المسؤول انه يرسبن اللاعبين كلياتهم، الاعداء كلياتهم. بعد قدرنا نحكي يا جماعة. طبعا السبونر فيه شغلتين، فيه اوبجكتس وفيه بوزيشنز. الاوبجكتس هي الاشياء اللي رح ترسبن، والبوزيشنز هي المكان اللي رح ترسبن فيه هاي الاوبجكت. طبعا مش هنعمل هاي الاماكن اللي رح ترسبن فيها، بسيطة جدا. كل عليك تعمله انك ما تكون اونكس وما تكون غبي. ثاني شيء لازم تعمله، لازم تروح على السبونر. بعدين تعمل كرييت جيم اوبجكت جديد بتسميه بوز. البوز يعني بوزيشن طبعا اذا ما بتعرف. بتحطه جوا السبونر وبتخلي مكانه 0-0. بعدين بتخليه بتعمله دوبليكيت، بتعمل اكثر من واحد. بعدين مشان تعرف هم وين اساسا بتضيف لهم ايكون بسيط. وهي جاد دام شو صارتنا اماكن ترسم فيها الشغلات. هاد كله صار طبعا ورا السكريبت، لا تفكر بهالبساطة. حاليا عم بظبط مكان الاشياء اللي رح تطلع منها. هاي الاشياء رح يطلع منها سيارات واشياء، فظبطت هيك مثل هاي السيارة البسيطة مشان نعرف وين بالضبط نحطها للاماكن اللي رح ترسم فيها الشغلات. وطبعا خليت كل اشي في دم جيم حرفيا يرسم بشكل عشوائي، كل اشي يختار اشياء عشوائية، يعني ممكن فجأة تلاقي انسان عم يجي اتجاهك لازم تتفادى. وياب لما جربت ما بعرف ليش، لكن اتوقع كان في مشكلة بسيطة، يعني ما اتوقع هيك لازم يرسمين الاشياء العشوائية. اوه شت ليش رسمن مكان قطار كامل؟ الو ياب كانت فكرة جدا سيئة، صدقوني ما عاد اعملها. فرحت قلت لشات جي بي تي شو ممكن اضيف اشياء تيجي اتجاهك، وقال لي ضيف سيارات. فقلت ايه والله سيارات، ليش ما نضيف سيارات؟ ليش ما بنبص؟ عملت مجموعة كتيرة من السيارات العشوائية، هاي السيارات هي الأشياء اللي رح تيجي اتجاهها، صدقني ما بعرف ليش، وما تسألني ليش، وراسك مربع يا أخي. طيب اطلع من المقطع خلص. عم بمزح، خليك خليك، بليز خليك. المهم هاي السيارات اللي حاليا رح ترسم وتيجي اتجاه اللاعب، ممكن تفكرها جدا غبية لكن فعلا جدا غبية مان. في سيارة شرطة بتجي بالاتجاه المعاكس، شو نجلتش؟ المهم لعبت اللعبة وقعدت أتحرك يمين يسار، وفجأة صارت تيجي اتجاه السيارات، God damn. لكن جدا بطيئين جدا، فسرعتهم شوي، وصارت سرعتهم أتوقع كويسة نوعا ما، وحرفيا دخلت في سيارة إسعاف. هلا ما في اي حدا حيسعفنا ومتت، لكن لا تخاف ما بتموت، انت بترجع بتعيد اللعبه. ويا بهاي اللعبه بتقدر تحملها، حملها والعبها لانها جدا غبيه. المهم هلا ننتقل للعبه اللي بعدها. رحت على شات جي بي تي قلت له شو اعمل يا اسطى، قال لي اضيف لعبه بتكون انت عباره عن كره، وهي الكره لازم تعمل سبيد رن باتجاه هيك عشوائي لقدام، واذا بتقع بتموت. اتوقع هاي اللعبه انا لاعبها زمان بهالزمان، لكن ما بعرف شو هاي اللعبه. لعبها انا زمان متاكد، حرفيا عندي طفوله مع هاي اللعبه لكن ناسي. صدقوني مو مهم ابدا، اي دونت جيف ا بطاطا حرفيا. لكن اللي حاعمله اني حفتح هذا السكريبت الغبي وحعدله. هذا السكريبت اللي من شوي استخدمناه، اللعبه اللي من شوي عملناها حرفيا
خلال ساعة. وهي اللعبة اللي قدامنا حرفيا ما ضل معنا وقت نعملها. أنا بدأت أعملها في آخر اليوم يعني معي حرفيا 5 ساعات، بعدين باقي حقضي نوم لأنه راسي مربع، بعدين اليوم اللي بعده ما حفظة. فهي اللعبة لازم أخلصها في يوم واحد اللي هو أصلا 5 ساعات حيصير. فهي بتوقع لازم نشتغل بسرعة عشان نلحق. فقال التايمر حيصير 24 ساعة ناقص 19. يب فجأة هيك عملوا ريموف طلعوا من السيرفر هدول 19 ساعة. أول شيء حاولوا أفتح السكريبت هذاك مثل ما حكيت لكم، عدلته بشكل بسيط، ضفت فيه بس بلاير ترانسفورم وما أدري شو، المهم تعدل شوي. هذا نفس اللي من شوي عملناه لأنه ما بدي أعمل برمجة مرة ثانية للكاميرا صراحة عجبتني. بعدين ضفت تخت كبير جدا بيشبه تخت ماينكرافت، بعدين ضفت هيك مثل هاي الدائرة اللي غبية جدا، هاي الدائرة راسها مربع مان وهيتوتف في جليتش، وضفت لها شيء اسمه ريجيد بادي. هذا الريجيد بادي بيخليها تتحرك بشكل فيزيائي. وأول ما بدأت اللعبة جاد دامي أنا وقعت لتحت. أوه شيت يب، هلا لازم نبرمج لحركة اللاعب تبعها. حركة اللاعب تبعها طبعا راح تكون جدا بسيطة، جدا بسيطة، ما لازم أبدا إني آكل هوا وأروح أسأل شات جي بي تي مليون كود مشان. المهم بعد ما كل شيء عملته حرفيا جربت اللعبة، ولما جربتها كأنه كان عم يتحرك، لكن ما بعرف ليش حاسس اللاعب جدا ثقيل يعني. اللعب الو تحرك يا ابني، عم يتحرك جدا بتقول يب لازم نظبطها شوي. فخليت انه يقدر يتحرك بشكل اخف، خليت وزنه 0.05 حرفيا. شوفوا تحت على اليمين بالريجيد بادي الماس 0.05 حتى، يب صار جدا 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 خفيف يعني، هذا بس بتنفخ عليه بتلاقيه طار. المهم انا حاليا عم بلعب فيه عم يتحرك فوق التخت وقاد دامي انه رهيب. المهم حاليا ضفت انه يقدر ينط، لكن المشكله انه لما ينط ما بيوقف نط، حرفيا انه ينط هو في الهواء. شوف كيف بتحلق لفوق من للابد، بتقدر تحلق تضل تنط كثير. فمشان اعمل هذا الشيء حرفيا راح اروح اضيف شيء اسمه grounded. الgrounded هذا يعني انت على الارض، ومشان اصلا يشتغل بدنا نشيك اذا انت لامس الارض او لا. فعملت هذا الكود الصغير هيك يعمل grounded equals true grounded equals false وما بعرف الشيء. مبرمجين غبية، قلت لكم انا ما بفهم شو عم بعمل لما اكون عم برمج. بعدين حرفيا ما صار شيء، صار ما ينط ابدا، بطل ينط اصلا. شو صار؟ اوكي اكتشفت انه انا كنت كاتب غلط، وغلط جدا بسيط كان حرفيا بكلمة واحدة. فيب رحت عدلت الكلمة ورجعت جربت اللعبة وgod damn يعني انه صار شغال، صار ينط فقط لما يكون محتاج ينط يعني. god damn هلا اللعبة صارت damn دين لابسها هلا قد شو وطف. المهم حاليا الكاميرا شكلها جدا غبي لما الواحد ينط، بتضل لازقه في اللاعب. ففكرت انه خليها تعمل زوم اوت زوم ان بهذه الطريقه. طبعا هي عم بعملها بايدي بالسحاب اللي على اليمين. هذا يونيتي حرفيا يونيتي عم يعصب علي كثير، بلعب فيها يا زلمه، مع ان يونيتي كثير حيكرهني. فقررت اني اعمل كود يستخدم هاي الشغلات لحالي. فعملت هذا الكود البيض البسيط، ما اخذ مني وقت حرفيا. شوف الكود جدا صغير لكن عم يعمل شغلات رهيبه. ولما جربتها عم يعمل زوم اوت بشكل جدا سريع وبعيد كثير. فيب لازم نخففها شوي. بعدين بنخففها، هلا ضفت اكثر من سرير حرفيا مشان الواحد يمشي عليهم، لانه سريرين احسن من 3. لا ثواني، بالعكس سريرين احسن من 1، وثلاث اسرع احسن من 4. عارفين قعدت اعمل لهم هيك موفمنت واحطه المكان الصحيح. المهم بعدين حطيت هذا الكنبايه، لا مو كنبايه وطف، هذا الشيء اللي بيكون خشبي اللي بيقعد عليه، كرسي تقريبا لكن ما له كرسي، ما بعرف شو اسمه اوكي. لكن المهم هاي الكنبايه الخشبيه حطيتها فوق، رح نطلع لعب من السرير عليها. جاد دام طبعا هلا ممكن تفكر اللعبه جدا سهله، واللعبه حرفيا جدا سهله الى حد ما. شغلتها وقعدت العب فيها حرفيا، نطيت السرير الاول بعدين نطيت السرير الثاني، وصلت على السرير الثالث وجاد دام. بعد السرير الثالث حرفين رحت على الرابع، وكان جدا صعب اني اروح الرابع، ما عملت تكتيكات جدا غبيه ونطيت باخر لحظه، حسيت حالي راح اموت. ولما رحت على الكنبايه الخشبيه نزلت فيها بشكل جدا دام، فحسيت انه ما اقصب لاني الصوره. بعدين زحلطت وقعت بالغلط لكن وقفت اللعبه ما اموت. بعدين ضفت شغلات زياده، ضفت هذا المبنى اللي بتروح له بعد ما تنزل تحت هاي الزحليقه الطويله يب يب حرفين شغل مان. هاي اللعبه اتوقع الناس حتلعبها حتكرهني كثير. انا اسف طبعا لاي حدا حيلعبها ويكسر الكمبيوتر، انا هاي مو افكاري، هاي افكار شات جي بي تي البيض اللي اعطاني اعمل هاي الافكار يا زلمة. ما علينا، المهم حاليا انا عم بلعب اللعبه وكاد تامي انه الشخصيه تبعنا شكلها رهيب. عم بنط من مكان للتاني وصراحه طالع كتير رهيبه، لكن لما اجيت انط على هداك المكان اللي بيوديني على المبنى نزلت اخر لحظه رجعت لورا، حسيت انه كل طاقتي راحت، فرجعت طلعت لفوق ونزلت مره تانية وكاد تامي اني رحت بشكل سريع لهناك. فيب حاليا نقدر نوصل للمبنى، ما بعرف شو المخزن ان نوصل لهون، فلازم نكبر الماب اكثر. بدات اضيف من عند المبنى اشياء مثل حرفيا جرافه على راسا على عقب مقلوبه، بعدين برجر طالع منه صبار، وصبار بيدخل فيه مره تانية بيطلع برجر تاني، وفجاه دخلت سياره اسعاف. ما شو عم يصير؟ المهم ركبت سيارات الاسعاف ورا بعض حرفيا، واحده واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وسبعه، اخر شيء خلصت سيارات الاسعاف. ولما لعبت اللعبه حاولت اروح سيارات الاسعاف حرفيا، وصلت لعندهم نطيت على البرجر بعدين سيارات الاسعاف. ما بعرف ليش طولت عن سيارات الاسعاف، كل شوي عم بعلق تحتهم مان، شكلهم بيض صراحه كثير صعب التحكم عليهم. المهم لو ملاحظين انه لما تكون موقف بالبدايه تبع الماب طلع بعيد ما بتلاقي اي شيء، بتلاقي انه كله ضباب، فسكرت الضباب وصار هيك شكله. فيب خليت الضباب اخف شوي، مو سكرته تماما،
تماما لانه لازم تشوف، لكن على الاقل هلا صار فينا نشوف بشكل احلى. والسماء شكلها جدا بيض ما دم جيم كثير غبيه. راح اجيب شخصيه ثانيه من دم جيم، فجبت هاي السماء من دم جيم وحطيتها فوق. درت بين اكثر من واحده صراحه، لكن اخر شيء حطيت هاي. شوفوا الشكل جدا رهيب حرفيا جاد دام. بعدين حطيت كذا تاكسي فوق بعض ما بعرف ليش. بعدين حرفيا عند هاي القلعه الغريبه قعدت اضيف منطاد منطاد ورا منطاد. يا جماعه شو عم يصير؟ طيب رحت اجرب اللعبه وبالغلط انتحرت حرفيا، نطيت في اللامكان. اوكي ما بنحكي على هذا الموضوع. لو ملاحظين انه لما وقعت حرفيا رجعني مكاني، فجاد دام ضفت نظام الموت، ما في داعي اطفي اللعبه كل شوي. فحاولت العب اللعبه واروح على المنطادات، كل شوي اخسر كل شوي اخسر، او على تحت او على تحت، حرفيا كل شوي اخسر كل شوي اخسر حرفيا. المهم اخر شيء لما لعبت بشكل منيح وصلت على مكان التكاسي، طلعت على التكاسي وبعدين فتت على القلعه. لما فتت على القلعه حرفيا نطيت على المنطاد، يب كنت حاوع حرفيا حرفيا كنت حموت. لما وصلت على اخر منطاد اوكي هون ما راح اقدر اقول لك شو بصير، العب اللعبه بنفسك وانت راح تشوف شو بصير. وخلصت اللعبه جاد دام، خلصت على الوقت حرفيا. في حرفيا اشياء سريه بهاي اللعبه حتطلع لك، فيب تقدر تحمل اللعبتين هدول. اللعبه ام دقيقه حرفيا، ما حدا يعطيكم رابط تحميلها لانه اللعبه جدا بيض ما بتنلعب اصلا. هذا كان الفيديو، بشوفكم بعذاب ثاني، يلا باي.